Cuma'ya bağlayan mübarek Cuma akşamı yaptığımız Kur'an tilavetini bugün Cuma günü Cuma'yı Cumartesi'ne bağlayan akşam yapmak zorunda kaldı. Geleneksel olarak Üsküdar Türkiye Ocakları'nda devam eden Eyüp Gökçen Mevlidi Şerifi geçtiğimiz yıl, bu yıl buradaki geleneksel devam eden Kur'an tilavetlerimiz arasında yerini almıştır. Eyüp Gökçen ve onun şahsında tüm ülkücü şehitlerimizi rahmetle anarken bu ayın biriyle bugünü, yani ayın beşi arasına denk gelen başta ilk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran olmak üzere yine saygıdeğer büyüğüm, aile büyüğüm, dostum, arkadaşım, abim, İstanbul'da aynı birlikte paylaştığımız Eyüp Gökçen, Cengiz Karahan, Yunus Şahan, Sami Camcı, Vedat Aslankara, Kemalettin Erdoğan, Ümit Beyaz Çavdar, Mustafa Balıkçı, Abdullah Gülbahar, Mustafa Kuna, ülkücü şehitlerimizle birlikte yine birkaç gün önce Irak Türkmen Cephesi Askeri Birlik Sorumlusu Alaaddin Abdülmaksud Beyefendi olmak üzere. Yine Türk Edebiyatı'nın ünlü mümtaz isimlerinden Bayrak Şiiri'nin yazarı Arif Nihat Asya. Yine Türk müziğinin iz bırakan isimlerinden ve Türkiye'nin gönlünü fetheden isimlerinden Muzaffer Sarı Sözen. Ve Türk sinemasının mümtaz isimlerinden tüm Türkiye'nin birlikte sevdiği aile filmlerinin başrol oyuncusu Münir Özkul bugün Hakk'a uğurlandı, kendisine rahmet dileklerimizle. Birlikte aile büyüklerimiz Halil Dülger, Süleyman Öztunç, Seyit Seven ve Ali Can Beyefendi'ye Kur'an tilaveti gerçekleşecektir. Bu tilavete bir hanımefendi kardeşimiz tarafından 40 Yasin, 41 Tebareke ve 41 Amme hediye edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Tuncay Özen hocamız geleneksel okumaktadır. Allah kabul ve makbul eylesin. Amin. Hocam buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسماء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ
أضرب له مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي فاجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَمْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وَمَنْ عَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ فاتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ
ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات ضباغا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير بل الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا من الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي وَجُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قليلاً ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله فإنما أنا نذير لما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيت من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم قولا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
يدلل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فالهم الحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت الله شفاعة يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وَهْدِينِي وَوَفِّقْنَا إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ بِبَرَكَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبِهُرْمَةِ مَنْ أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَاعْفُ عَنَّا يَا كَرِيمُ وَاعْفُ عَنَّا يَا رَحِيمُ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ey yerleri gökleri yaratan kainatın efendisi yüce Rabbimiz bu akşam burada toplandık senin rızan için senin yüce kitabın Kur'an-ı Kerim'imizden Yasin-i Şerif, Mülk-ü Şerif ve diğer sure-i celalleri acizane fakat halisane okumaya çalıştık. Varsa eksikleriyle beraber dergah-ı uluhiyetinde bunları kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bunlardan olan sevabı öncelikle ve me ersenneke illa rahmeten lil alemin buyurduğun Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin aziz, latif, pak ruhu şeriflerine hediye eyledik sen haberdar eyle ya Rabbi. Bizleri de şefaatine nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Adem Safiyullah ile bizim peygamberimiz arasında gelmiş geçmiş bütün peygamber efendilerimizin ayrı ayrı ruhlarına hediye eyledik sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dini mübini İslam'a elden ele, dilden dile, gönülden gönüle günümüze getirenlerin cemi cümlesinin ayrı ayrı ruhlarına hediye eyledik sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Sira arkadaşlarının ayrı ayrı ruhlarını hediye edip haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, buralarda toplanmamıza vesile olan Ülkücü Hareket davamızın kurucusu başbuğumuz Alparslan Türkeş ve dava arkadaşlarının ayrı ayrı ruhlarına hediye edip sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, özellikle bu akşam burada toplanmamıza vesile olan ülkücü şehitlerimiz, ilk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran, Eyüp Gökçen, Cengiz Karahan, Yunus Şahan, Sami Camcı, Vedat Aslan Kara, Kemalettin Erdoğan, Ümit Bey, Beyaz Çaveler, Mustafa Balıkçı, Abdullah Gülbahar, Mustafa Tuna,
Irak Türkmen Cephesi şehidi Alaaddin Abdülmahsud Arif Mahsud Arif Nihat Asya, Muzaffer Sarı Sözen, Münir Özkul, Şerafettin Yıldırım, Mustafa Civerek, Halil Dülger, Süleyman Öztunç, Seyit Seren ve Seren Abican büyüklerimizin de ayrı ayrı hepsinin ruhlarına hediye eyledik. Sen okuduğumuz Kur'an ziyafetinden hepsini haberdar eyle ya Rabbi. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Geride bıraktıkları kederli ailelerine ve dava arkadaşlarına sabrı cemil, ezri ceziller ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yine okumuş olduğumuz Kur'an'dan civar kabristanlıklarda yatan ehli imanın, ehli İslam'ın da ayrı ayrı ruhlarına hediye edildik sen haberdar eyle. Asılları kesilmiş, nişaneleri yıkılmış, bizlere de bir Fatiha okuyacak yok mu diye bekleşen din kardeşlerimizin ruhlarına hediye edildik haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, burada eleçip amin diyenlerin de ana baba akrabayı talukatlarından her kim kimin niyetine gönderdiyse onların da ruhlarına hediye edildik haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz Kur'an hürmetine devletimizi, milletimizi, birliğimizi daim eyle ya Rabbi. Bayrağımızı indirtme, ezanımızı dindirtme ya Rabbi. Ya Rabbi, bütün İslam alemine huzur ver ya Rabbi. Aramıza girecek her türlü fitneden, fesattan senin yüceliğine sığınırız ya Rabbi. Küffara karşı bizi yeniklerden eyleme ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an hürmetine bizlerin de günahlarını affeyle ya Rabbi. Sana layık kul, Nebi'nin Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve selleme layık ümmet eyle bizleri ya Rabbi. Ya Rabbi, bizlerin de günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Kıyamet gününde Peygamber Efendimizin sancağı altında bizlere de toplanmayı, orada Peygamberimizle birlikte toplanmayı nasip eyle ya Rabbi. Son nefesimizde iman ile, Kur'an ile buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek bizlere de çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dualarımızı kabul ettiğin dualara ilhak eyle ya Rabbi. Amin, ya mühim, hürmeti daha ve yasir. Ve selameten ala cemaatel haziri, kâf ve ehli iman ruhu için. Özellikle kimin niyetini okuduğumuz kimselerin ruhları için. Hassaten, Allah rızası için. El-Fatiha'na as-salavat. Allah razı olsun.